مين تتوقع الآن من أهل بيتك أكثر واحد ممكن يحكي معك؟ الوالدة. الوالدة. طيب احنا راح تحكي معنا اختنا ام فيصل المدام، والوالده بدها تحكي معنا، وفي كمان واحده غالي عليك جدا نور. نور. فممكن ناخذ اختنا ام فيصل هسه. الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم اختي ام فيصل. اهلا وعليكم السلام. صباح. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد يعني لله. هذا الفارس اللي انت شايفيته قدامنا منور الشاشه. الله ابو فيصل، ابو فيصل مش مجرد استاذ جامعي ولا رئيس جامعه، هو فارس اردني شهم صاحب مواقف، وبنحبه وبنحترمه. أكيد. الان وانت شايف هذا الفارس امامك على الشاشه، بدنا كلمه تحكيها للدكتور خليفه الطراوني. يعني الله يقويه ويعطيه الهمه لانه ينفع المجتمع اكثر واكثر. نعم. لانه هو عنده كثير انتماء للاردن، وبديش اقول له دائما يعني هاي الاردن اولا، يعني شعار ما بتنازل عنه. ام فيصل والله خليني اسال سؤال اخ، يعني قاسي بالبيت بالتعامل الدكتور خليف؟ بس ماشي السؤال. احنا بنعرف انه بالجامعه صارم وشديد، بدنا بالبيت بمارس نفس الدور؟ لا، يعني هو عنده حكمة عالية، يعني بين الحزم واللين ما شاء الله عليه. نعم. يعني وقت الحزم حزم ووقت اللين لين. بعجبك. نعم. طيب يعني أنا بتذكر أنه قبل فترة بيصير بين الزوجين شوي لأنه بتأخر كثير بالجامعة وبتزعلوا عليه. لا ما بزعل عليه، تعودت. أكيد تعودتوا. طيب. تعودنا عليه. لا بالعكس، تعودتوا. يعني هو أصلا يعني بحب يشتغل، يعني الشغل جزء لا يتجزأ من حياته. نعم نعم. شو هاي الاجازه؟ حتى الاجازه عنده شغل، فالشغل مستمر ما في عنده اجازه. يعني لو بدنا نختصر دكتور خليفه طراوني بجمله من اختنا ام فيصل، تقول لهذا الرجل المحترم، للزوج الغالي ولابن الوطن، بدنا كلمه من اختنا ام فيصل للدكتور خليف من زوجته. الله يحرمنا منه والله يقويه ويعطيه الهمة ومن هالأعلى. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله، كل الاحترام. يعني بس بدي أنبه لإخواننا المشاهدين كمان مرة إنه هذا البرنامج برنامج أسري، برنامج محبة، برنامج نحكي فيه اللي بداخلنا، ما بدنا نحكي الآن كرئيس جامعة. أو يعني فاتني أشكر أختنا أم فيصل اتصال، فبدنا يعني هذه الأحاديث المودي اللي إحنا نحكي فيها نريح أعصابنا وأعصاب الضيف، ما بدنا نحكي عن إنجازاتك ولا نحكي عن أعمالك لأنها كلها موجودة. بدي أنتقل هيك مدام حكت أختنا أم فيصل، صدف إنه يعني زعلت من أم فيصل وزعلت منك، بتشوف في غضاضة أو إنه ممكن نوع إنه من الكبرياء إنه الواحد يصالح زوجته؟ أبدا بالعكس، أنا دائما صحيح ان يمكن ام فيصل ادبا منها ما حكت، بتعرف في كاي اسره بجي متاخر من الشغل بتكون معصب، الاولاد متعبين هالشغل طول اليوم، فبتحكي لها كم من كلمه وانا بعطيها ابتسامه قليل الابتسامات انا، وبعد شوي بعد 10 دقائق ربع ساعه بروح بصالحها. نعم. يعني واحد يعني جالس طيلة اليوم وحافظ بيتك وحافظ اطفالك وحافظ ابنائك وحافظ كذا، فبعتقد انه دائما وابدا الذي يبادر بالاصلاح هنا. يعني عشان هيك انا حبيت اقول للمشاهدين اذا حد في حاله مشابهه انه ما يجد غضاضه انه يكون في بيته طري ولين الواحد شوي ومش عيب انه هو يبدا بالمصالحه، وهذا من شيم الناس الكرماء. هذا طب ننتقل يا سيدي بعد المرحله الابتدائيه وكونت نفسك واصبحت شخص من لك من الاقتصادية وبنفس الوقت حافظت على المدرسة وعلى معدلاتك العالية. نعم، أنا طبعا كان لي زملاء منافسين في المدرسة، جزء منهم راح إلى الصف العلمي مثل أولاد عمامي. تسمح طيب ممكن بهمش خلينا نأخذ الاتصال الأستاذ عبد الله السواعي ونرجع لك. تفضل. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمود. كيف حالك يا أخوي؟ الله يسلمك، وبداية يعني ببارك لك بالبرنامج. الله يحفظك. ومن حييك، وانت يعني من الإعلاميين الأردنيين النشامة. الله يكرمك يا سيدي. وحقيقة يعني انه انا مبسوط انه لبرنامجك الجديد على قناة نورمينا، ومن حيي كمان عطوفة الأستاذ محمد دراج مدير عام قناة نورمينا اللي أحدث يعني برامج حقيقة مميزة على اللي إلها يعني دور كبير خاصة ما بين الفضائيات الأردنية حقيقة. نعم. ويا سيدي كمان من مسي على
عطوفة الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية. مسيكم الخير. واللي يعني هو حتى يعني الدكتور خليف ومنقول له مساء الخير دكتور. مساء الورد، يا أهلا وسهلا سيدي. ومنحييه، وأنا حقيقة يعني كنت يعني من سنوات يعني، وكمان كان الدكتور خليف لما كان رئيس مكتب الاعتماد الجامعات كنت يعني كان في كنت أشارك معه على برنامج يوم جديد على التلفزيون الأردني. نعم. من الشخصيات. نعم. الأردنية. نعم. اللي بحبها. نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله، ممنونين اتصالك والله ممنونين. طيب الأستاذ أحمد العمري مساء الخير، يعني راح نطول الحلقة اليوم للدكتور خليف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أنا بدي أشكرك على البرنامج الرائع هذا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. واستضافة أفضل رئيس جامعة أردنية. الله يرضى عليك. أنا طالب قانون بالجامعة الأردنية، أفتخر وأعتز بأنه دكتور خليف رئيس للجامعة، والله لا ما هو مهادني ولا مزاودة. شكرا. لأنه إحنا بالأيام هاي بدنا رجل صادق وصاحب كلمة طيبة ورجل وطن، رجل وطن يقود. وأنا والله قسم بآيات الله إني أخذ مثل وأحتذي فيه، لأني أنا طالب وبالجامعة الأردنية عارف كيف يتواصل معنا مع الطلاب، يعاملنا كواحد من أولاده قسم بآيات الله بدون أي مزاود، والله وراء القصد. نعم. وإحنا أيضا بنشكرك أستاذ أحمد على هذا الاتصال وبارك الله فيك، وبنعود لأخونا الدكتور خليف نسترسل يا سيدي، قطعنا لك أفكارك بعد المرحلة الابتدائية، خلنا ندخل شوية بعد المرحلة الابتدائية، يعني المرحلة الإعدادية والثانوية ظلت استمرار لكن بتوسع في الأنشطة الاقتصادية إلى أن وصلنا إلى مرحلة الثانوي العامة. طبعا أنا مثل ما كنت أحكي عن المدرسة كان إلي زملائي منافسين، يعني كنا بنحب الدراسة وبنتنافس على الدراسة، كان في زميل إلي مثلا ذياب هويش للطراوني. نعم. ويوسف سليمان جبر، في مبارك الطراوني، في محمود داود الطراوني، هذول الإخوان كنا دائما وأبدا مزاحمة مين اللي يحصل الأول بالصف والأول بالمدرسة ومين اللي بيقدر يحفظ الكتب أكثر ومين اللي بيقدر يحفظ الأناشيد أكثر ومين اللي بيحفظ القرآن أكثر. وبعدين تفرعنا ناس راح على الاتجاه العلمي وناس راح على الاتجاه الأدبي، وظلت المنافسة قائمة بيننا إلى مراحل الثانوي العامة، وجاءت علاماتنا الحمد لله علامات كلها عالية، وكنا من أوائل المدارس وأوائل المحافظات، كلنا حصلنا على بعثات إلى الجامعة الأردنية، ومننا ناس راح على روسيا وقتها وعلى اليونان وعلى غيره من الدول حسب الاختصاص. وبالتالي كنا يعني مجموعة من الطلبة اللي حقيقة افتخروا فينا أهالينا وافتخرت فينا مدرستنا، أنه إحنا حافظنا أيضا على علاقاتنا الطيبة طيلة مدة دراساتنا الجامعية وما بعد حتى الزواج. فكانت علاقات يعني هذه المدرسة. انتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية استمر أنا في ذهنيتي بالرغم أنه أنا كنت موفد من وزارة التربية والتعليم، بالرغم أنه بتلاحي بعض التعليقات لما بتحدثوا مرات في الصحف الإلكترونية بقول لك أنه الدكتور خليف الطراوني جايب معدل 53 أو اللي بقول لك راسب بالتوجيه. طبعا الكلام الدقيق الواضح الأمين أنه أنا كنت من أوائل المدرسة ومن أوائل اللواء وكنت موفد على حساب وزارة التربية والتعليم، وكانت أول إفاد إلي إلى جامعة اليرموك لأنها افتتحت سنة 76 لغة إنجليزية، أو خياري رقم 2 من الوزارة كان إلى الباكستان لغة إنجليزية أو إلى الجامعة الأردنية، وكانت رغبتي الحقيقية الجامعة الأردنية. أخذت البعثة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وفرعي في كلية التربية وتخصصت بالإدارة العامة. في أثناء تواجدي في الجامعة كان لي اتجاهين، اتجاه طلابي فكنت عضو في الجمعيات الطلابية ومن ضمن أصدقائي في الجمعيات أيضا ناس مشهود لهم الآن وأساتذة أجلاء وزملاء أفاضل، نتذكر بعضهم مع الباشا فاضل الحمود مثلا من أصدقائي، الباشا بسام نسور من أصدقائي، أمجد الرشق من أصدقائي، مثلا مفل حرحيمي كان من زملائنا في الجامعة وكان من أصدقائنا، محمد بزبز الحياري كان أمين عام وزارة التربية والتعليم، باسم غالب الخطيب مثلا من أصدقائنا، في مازن عربيات من أصدقائنا كان، كلهم موفقين. نعم، كلهم أساتذة وكلهم شباب يعني. طيب خليني بس في الأستاذ فراس الحجاي على الخط زمان له بده مس عليك. أستاذ فراس الحجاي مساء الخير. مساء النور. بالخير. تحملنا تأخرنا عليك، مساء النور. لا يا رجل عادي، حياك الله. تفضل. أهلا وسهلا، تفضل.
أول شيء نحب نمسي عليكم على الدكتور خليفة الطراونة. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. وطبعا يعني احنا والله شفنا يعني نفتخر بالدكتور خليفة الطراونة، وهو طبعا من صاحب الأيادي البيضاء، واحنا كمان يعني تابعناه خلال فترة وتعاملنا معاه شخصيا، واحنا نعرف يعني باب شخصية، وصراحة نفتخر فيه كدكتور يعني رئيس الجامعة الأردنية. وانه ما في قناة يعني مهما كانت القناة او مهما كان الإعلام، مستحيل الإعلام انه مثلا يعني انه يقدر مثلا يطلع او يظهر على ظهر واحد من اصحاب الأيادي البيضاء. فاحنا اول شيء بنحب نمسي على الدكتور خليفة الطراونة ونقول له انت من اصحاب الأيادي البيضاء وما تحتاج شهادة. شكرا، الله يخليك. طيب يعني استاذ فراس بدي اشكرك على يعني الاتصال، لكن ايضا بدي اكد انه هذا برنامج فقط للشرفاء، الضيوف الشرفاء دائما بنس في هذه القناه في هذا البرنامج ذاكره الايام، فقط هو البرنامج للشرفاء على طول الخط، وهذا احد الشرفاء اللي بنعتز فيه. بدي ادخل لموضوع الجامعه، انت كنت بعثي يا سيدي. نعم. وفي البروموشن اللي عملناه انت كنت تشتغل بالمطعم مع انه حالتك الماديه ميسوره وما صحيح. شاء الله وتاخذ راتب. كنت تشتغل بالجامعه بالمطعم، احكي لنا هذيك الذكريات. صحيح. هلا الجامعه كانوا بيعطونا وزاره التربيه والتعليم 18 دينار اردني. نعم. كانت في تعلق الاسماء على خارج بوابة بنك القاهرة عمان، كانت غرفة صغيرة، وأنا كنت أخذ 18 دينار هذولا وودعهم في صندوق التوفير البريد، كان بالبريد المركزي، وكنت مستأجر في الأشرفية وما إلى ذلك، وكنت أدفع حتى وقتئذ إيجار بيت غالي مقارنة، يعني كنت أنا وزميلي فؤاد الحنبلي وشخص ثالث أيضا خالد الأسمر ندفع 60-65 دينار في الأشرفية. هذا بيت مرتب معنا. يعني ثلاث غرف وكنا دايرين بالنا على الحان في المبنى. فكنت أشتغل. نعم. كنت أشتغل بمطعم الجامعة، مطعم الحالي حقيقة. نعم. للجامعة. تشغيل الطلبة كان أيضا. شو كان دافعك يا دكتور بصراحة؟ والله أنا قلت لك من أنا ما بحب إلا غير أني أكون دائما وأبدا منتج، يعني أنا ما بحب اشتجين الشغلة بسهولة. نعم. أنا بحب أنا أشرف على كل شغل بإيدي، أنا بحب أكون مشارك، أنا بحب أبني نفسي بنفسي، أنا ما بحب أعتمد على آخر. يعني هاي غرائز تورثتها من أبوي الله يرحمه، ومن أمي ساعدتني في ذلك، ومن إخواني أيضا، فما بحب أكون معتمد يعني أو أكون عالي على آخرين. أولادك سواء يعني فيصل أو فارس أو سيف، في ناس عنده هذا والله هذا التوجه. نعم بحمد الله أولادي كلهم الآن بحبوا، يعني حتى دائما وأبدا، يمكن أنا الآن شوي بضغط إنه لا والله فيصل دائما وأبدا يا بابا بدي أشتغل بالفصل الصيفي يا بابا كذا، وأنا بقول له إنه يعني لا خليك الآن مهتم بدراستك، ويمكن لأن الحياة اختلفت وطبيعة الناس اختلفت، ويعني فصارت الإشكالات والمخاوف أكثر بكثير مما كانت أول، ويمكن عيب فينا إحنا إنه عدم إعطاء الثقة المطلقة اللي إحنا أخذناها من أهلنا ما بنعامل أولادنا فيها باللحظة. فكنت أشتغل في مطعم الجامعة، وكان دوري يعني جدا بسيط إني أنا أخلي الطلاب الجامعة يصفوا على الطابور هذا، وكان يعطوني 18 قرش بالساعة يعني. الساعة. كم ساعة كنت؟ كنت أشتغل ثلاث ساعات. طيب. يعني 54 قرش. الآن كانت الوجبة أظن ب15 قرش أيضا، وبالتالي تتغدى وتروح وتأخذ معك مصروفك للباص، المواصلات كانت ميسرة بعيدة صحيح. كنا نمشي يعني من الأشرفية ننزل درج لسقف السيل، ونمشي من سقف السيل لشارع الشابسو، وناخذ الباصات للعبدلي، وناخذ باصات صويلح للجامعة، ومن ثم سيرا على الأقدام وصولا إلى المحاضرات. فكانت يعني يوم مشقة لكنه متعة. يعني في مشقة بالمشي ومتعة بالمناظر. نعم. والحياة والتفاصيل. نعم. وهذا كان يعني تكرار يومي، وكنا نستضيف المعلمين اللي بيجوا يصححوا الأوراق، وكنا نستضيف زوارنا اللي بيجونا من محافظتنا الحبيبة ومن أهلنا، يعني بالتالي كنا نمارس طقوس مختلفة يعني تتماشى مع الكبار ومع حضارتهم. كنت تطبخوا البيت أحيانا؟ باستمرار، مش كنت. شو الطبخ اللي بتحبها يا دكتور؟ كنت تطبخ بإيدك؟ كنت أطبخ مهلا كمان، لما تكون أنت معلوماتك بالطبخ بسيطة والمنيو تبعنا محدود، كنا نطبخ مقلوبة، وكنا نطبخ قلاية، وكنا نطبخ أشياء. فؤاد الحنبلي كشاب نابلسي إن شاء الله يكون يسمعنا أو شيء إن شاء الله، هو زمان والله ما شفته. كان يفرك لنا كنافة، وكان يسوي لنا شغلات يعني اللي ما كنا متعودين عليها، لكن أيضا كنا نأكل بمطعم الجامعة، وكنا نأكل في مطعم هاشم في وسط البلد، يعني كانت أمورنا ميسرة، وكنا نخرج مع بعض كزملاء في من كافيتيريا التجارة. مستمر العلاقة؟ العلاقة أنا حتى علاقتي بزملائي هذول استمرت حتى ما بعد التخرج، حتى ما بعد الدكتوراه، حتى ما بعد رئاستي للجامعات، كنت أدور عليهم وأتواصل معهم.